مستمرة مشاهدينا الكرام، شوطنا 28 خصص للقعدان. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. نذهب مباشرة مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط 28 للقعدان من ضمن الأشواط المفتوحة والمسافة المقررة 4 كيلومتر. نذهب كالمعتاد مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، من يسيطر نرى، من يتقدم نرى، من يأتي مع المركز الأول يأتي بهذا الانطلاق والمسار مع مقدمة الشوط. مقدمة الشوط والمركز الأول، من يسيطر في مقدمة الشوط يعلن حضوره بهذا الانطلاق والمسار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يأتينا في هذا الانطلاق. قبول لراشد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري، من يقدم قبول مع المركز الأول. المركز الثاني يتسلل هنا، ينطلق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات ويحمل الرقم 43 هملول الحرب الراشد وخادم بن راشد المهيري، ومن الجانب الآخر ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم في هذا المسار والتجمع مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث والرابع والخامس. في هذه اللحظات ينطلق مشاهدينا الكرام، يأتينا اللي هو يتقدم مصيح لمسلم بن سعيد بن علي بن وحير. الدرع يغير مباشرة، ولكن من الجانب الآخر من ينطلق ويتقدم اكسبو حمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث ينطلق في هذه اللحظات ويأتي مشاهدينا الكرام مزعوق اللي سالب بخلفان بالعري الاكتبي مع المركز الثالث، غير مع المركز الثاني، وفي رابع المراكز الذهب دقاش بن صقر بن محمد العامري مع رابع المراكز، وخامس المراكز ياصل مشاهدينا الكرام وياتينا في هذا الانطلاق شاهين مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، ومن الجانب الاخر من يتقدم وينطلق بهذا المسار شايم سعيد بن عامر بن سالم المغيري، ومن الجانب الاخر وصل هنا وانطلق في هذه اللحظات من يتقدم ياتي مشاهدين الكرام. يا سلام، الكل يبي الفوز، الكل يبي الانتصار، وصول وقدوم في هذه اللحظات. من ينطلق وياتينا شاهين او شايم سعيد بن عامر بن سالم المغيري، ومن الجانب الاخر من وصل نشوان ناصر بن سعودي بن حمرور العامري، ومن الجانب الاخر يتقدم وينطلق في هذه اللحظات مع سابع المراكز وصول هنا من الباز حمد بن محمد بن طالب الصعاق، من يقدم لنا الباز مع المركز الثامن، وفي تاسع المراكز مشاهدينا الكرام يصل هنا وياتينا الذهب دقاش بن صقر بن محمد العامري. نعود مع الانطلاق، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع المسار الأول. من ينطلق بمقدمة الشوط يعلن حضوره بهذا الأداء والمسار في مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع المسار الأول، ينطلق مع الصدارة اللي هو هملول، هملول محمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، مسيطر مع البداية، معلن حضوره مع مقدمة الشوط. المركز الثاني يأتي مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الثاني ويأتي اكسبو محمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، ومن الجانب الآخر نشوف اللي تسلل مع المركز الثاني وأعلن حضوره في هذه اللحظات، يأتي مشاهدينا الكرام مشرف سالم بن محمد بن عنودة العامري، غير مع المركز الثاني. المركز الرابع من بدأ يصل، من بدأ يتقدم وينطلق في هذه اللحظات الباس لحمد بن محمد بن طالب الصعاق مع المركز الرابع، وفي خامس المراكز من يرى مشاهدينا الكرام يتقدم في هذه اللحظات ويأتينا اللي هو الضغط عوض بخميس بن محمد الشامسي. الكل بدأ ينطلق، الكل يبي الفوز والناموس، ولكن بن رشيد ما زال مسيطر في مقدمة الشوط، ما زال يعلن حضوره مع البداية مع المقدمة مع الانطلاق الأول مع المسار الأول مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول.
المقدم والصدارة هنا اللي هو هملول محمد بسلطان بن رشيد الاكتبي، ومن الجانب الآخر من بدأ يصل مشاهدين الكرام ويتقدم يغير مباشرة بهذا الانطلاق بهذا المسار، ووصل في هذه اللحظات اللي هو أكسبو أكسبو أكسبو، غير مباشرة لحمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، ولكن قدوم من الدكتور محمد بن عبد الله بن سعيد اليحافي وصلوها للسلطنة، وأول إذاعة أول إذاعة للدكتور بدأ يعالج المركز الأول، بدأ ينطلق مع الصدارة المركز الثاني في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام من يتقدم من ينطلق هنا الشبل محمد بن عامر بن علي المشيقري، ومن الجانب الآخر هنا الشعار العناوي لمن الفوز لمن الانتصار، يا ترى لمن هذا الشوط لمن الفوز؟ شاهين الدكتور الدكتور مع المقدمة المركز الثاني، من ينطلق مشاهدين الكرام هنا اللي هو من يحمل الرقم 140، ولكن من غير الأمور وانطلق معلن 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 أعلن حضوره معلن معلن لسيف بن مظفر بن محمد العامري، غير إلى مقدمة الشوط، تهانينا والناموس لمعلن على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الدكتور، تعود المكيل محمد بن عبد الله بن سعيد اليحافي، والمركز الثالث وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الشبل محمد بن عامر بن علي المشيقري، والمركز الخامس أو الرابع، المركز الرابع بالفعل وصل في رابع المراكز مجاهدين الكرام الواري سيف بن سهيل بن كلثم الأخير، والمركز الخامس كان من نصيب مجاهدين الكرام اللي هم صيح المسلب بن سعيد بن علي بن حير الدرعي، وفي انتظار الإعادة لمعلن هو من أعلن نفسه بحضوره مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول، تعود الملكية لمعلن لسيف بن مظفر بن محمد العامري، بالفعل تهانينا والناموس يا راعي صوغ على هذا الفوز والانتصار. لا هو التوقيت الزمني 6:09 يجز واحد يتيم من الثانية، تهانينا والناموس لسيف بن مظفر بن محمد العامري مالك معلن. شاهين من احتل في ثانية، والدكتور مع المركز الثاني الدكتور محمد بن عبد الله بن سعيد القحافي، قطع المسافة زمن وقدره 6:09:05 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك الدكتور محمد بن عبد الله بن سعيد القحافي. المركز الثالث كان من نصيب الشبل لمحمد بن عامر بن علي المشيقري 6:00 التوقيت الزمني 5:06 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك الشبل محمد بن عامر بن علي المشيقري المركز الثالث.